قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الفشل الدولي في فرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة غير مبرر ومريب، مدينة استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت الوزارة أن استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني والكارثة الإنسانية التي حلت به تبرز الأهمية القصوى للوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره أقصر الطرق لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.